نفس التحليلي كنلقاو نوعين الشخصيات المهيمنه، الشخصيه بيتا والشخصيه الفا. شمن نوع تنتمي ليه انت؟ وديجا شنو هي الشخصيه بيتا شنو هي الشخصيه الفا؟ هذا هو السوجي ديال اليوم. عام 1950 علماء النفس خرجوا نظريه ثقيله في طب النفس البشري دارت ضجه كبيره وبقات كتداول حتى اليوم. البرينسيب كان هو قياس الطاقه الكهربائيه اللي كينتجها العقل البشري بواحد الاله متطوره اسمها الالكترونستالوغراف. بغير المضمون ديال النظريه هو انه الوعي البشري كيتقسم لاربعه ديال الاقسام، الاكثر سطحيه كان هو مجال البيتا والاعمق كان هو مجال الفا. الانعكاس على نظريه حياتنا اليوميه كيقول بلي حنا كنعيشوا جوج انواع ديال الشخصيات مهيمنه، الشخصيه الالفا القياديه والشخصيه البيتا الضعيفه. باش نبسط مواصفات الشخصيه الالفا غادي نستعرض طقوس المجال الالفا. المجال الالفا هو مجال السكينه والهدوء، مجال التناغم مع الكون والطبيعه. يعني الا كان عقلك كينتج مقدار اكس ديال الطاقه الكهربائيه ال اكس كيتاثر ديما المجال الالفا، فراك شخصيه واثق من نفسك، شخصيه ايجابيه انيقه قادر تقول لا، عندك الكوراج سوفيزون باش تعبر على رايك، شخصيه قياديه. مجال بيتا. المجال بيتا هو مجال التفكير الآلي النمطي المتكرر الخاف من المستقبل، الأفكار الضبابية المتشائمة البؤر السوداء. أنا كما ذكرت كل موجة ألفا أو لا بيتا كنتمي المجال ألفا أو لا بيتا. مجال ألفا أو لا بيتا في المجال إكس ديال الطاقة الكهربائية اللي انتهى لنا العقل البشري، قلنا انتهى العقل البشري دونك قلنا دار نشاط معين جاء من مجموعة من الأحاسيس الأنشطة المزاج من نمط الحياة. بغينا ننتقل للشخصية ألفا دونك خصنا نبدلو نمط حياتنا. بخوميغمون محتاجين نضبطو الدبدبات الكهربائية ديال عقلنا، دونك محتاجين كوتيديانمون دقائق معدودة من لا ميديتاسيون. ميزاجك واحد الحاجة غالية، حاول ما أمكن تحميها من هاد الفيروس، يعني مشاحنات أقل، توتر أقل، حوارات عقيمة أقل. حاول ما أمكن أنك تكون دبلوماسي وتتعلم مهارات التواصل والذكاء الاجتماعي، ولكن قبل هادشي لوكاليز الخيط الرفيع اللي جا ما بين الذكاء الاجتماعي والنفاق. حاول وحاولي ما امكن تكون عندكم بصمه في حياتكم وفي حياه الناس اللي دايرين بكم. كيما عندكم واحد البارفان خاص بكم، خاص تكون عندكم هويه سلوكيه ديالكم بوحدكم. واهم حاجه في هاد البارونتيز احضروا التقليد. اهم سمه عند الشخصيه الالفا هي كلمه لا. كلمه لا ماشي ولكن صعيبه عند بزاف الناس، بورتون هي سهله الاكتساب. قول لا على شي حاجه ما مسلكاش. انا شخصيا كانت بالنسبه لي كلمه لا هي اكثر حاجه بينيبل في الحياه، كنقدرش نقولها. دابا ولات عندي اسهل حاجه، اكثر حاجه كتخرج سبونتانيمون على حاجه انا ما عجبانيش في تمام. كلمه لا الا شي حاجه ما عجبكش راه جزء من هويتك. اي فوالا سي تي لو بور سيت فيديو، الى عجبتكم نيزيتي با دو مي فير دي لايك اي دي كومونتير. سور سو ا لا بروشين.